أهلا بكم. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركي. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسك الدنماركية في ميناء شرق بورسعيد، كذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر، موضحا جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذي يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية. أكد وزير البترول على استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقب عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات، مشيرا إلى أن تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج وتطبيق منظومة التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول. عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسعا مع نظيره الأردني يوسف الشمالي لبحث السبل لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة. قالت وزارة التجارة والصناعة إن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر والأردن تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق، كذا الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة. ربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 9996 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 2188 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 1%، ليغلق عند مستوى 3138 نقطه. اكد بنك الاستثمار الاوروبي عن تقديم قرض بقيمه 300 مليون يورو لدعم أعمال البحث والتطوير في شركة ألمانية التي تعد رابع أكبر مورد للسيارات بألمانيا، وذلك بهدف دعم وتطوير التقنيات المبتكرة للمركبات الخالية من الانبعاثات وتعزيز أهداف قطاع النقل بأوروبا وتسريع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وإزالة الكربون من حركة المرور. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى ريهام وسحر إليكم. شكرا لك رغدة أبو ليلى.